الشخص السوي مبدئيا لازم يبقى داخل العلاقه وانا عارف انا عايز منها ايه. يعني ما ينفعش ان احنا يلا نجرب او يلا هي حد لذيذ فيلا نعرف بعض، لا انا لازم ابقى عارف نفسي كويس وعارف شكل العلاقه اللي انا عايزه ايه وانا متوقع ايه من اللي قدامي. ولازم اكون بتكلم معاه في ده ولازم بعرفه نفسي وبسمعه كويس قوي. اهم حاجه في العلاقه ما بين اتنين ان احنا بنسمع مع بعض. لاني لما هسمع هحلل، اولا هعرف الباك جراوند بتاعته، لما اشوف ابوه وامه بيتعاملوا ازاي، هو بيتعامل ازاي مع ابوه وامه. في الاخر الزوج هو بيبقى كوبي من ابوه. ابوه بقى في البيت ده شكله ايه؟ هل هو الشخصيه اللي انا عايزه ابقى معاها بعد كام سنه؟ نفس الموضوع للست على فكره، انت لو بصيت لمامتها بعد مثلا 20 25 سنه هي هتبقى الشكل ده، حتى لو هي مش عايزه، حتى لو هي بتقول عمري ما هبقى زي، بتبقى زيها او على الاقل في جزء كبير منها. بس هو ده اللي انا شفته. ما لما اجيش اطالب واحد مثلا عايش في بيت شكل الخناق كذا، بيتخانقوا بالطريقه الفلانيه، اجي انا اقول لما يتجوز انا بيتي هيبقى هادي او بيتي هيبقى شكله كذا، مع الوقت فكرة الباك جراوند بتاعته ايه؟ هو متربي على ان هو ده طريقه الخناق، هو متربي على ان هي دي الطريقه اللي بنتكلم بيها مع بعض او بنتعامل بيها مع بعض. هو ده في الاخر اللي انا لازم ابص عليه وانا جوه العلاقه، ده انا هقول عليه اوكي. هل ده اللي انا عايز البيئه اللي عايزه بعد كده ولا انا مش عارف فيها؟ انا مش عارف ان هم كانوا بيتخانقوا، يعني البنت نفسها مش هتعرف ان اهله كانوا بيتخانقوا. دي فترات الزهار احلى ما عندنا، احنا البيت الجميل، احنا الناس ده. حتى انا بتكلم مش بس على بدايه العلاقه، ده انا بتكلم في داخل الخطوبه. في داخل الخطوبه كل واحد بيبقى مهتم قوي يبين نفسه الطف حاجه ويبين الطف تصرفات عنده، فمش هيبقى عارف. واحنا كويس ان احنا اول ما نروح البيت حمايه وحماتي هلاقيهم بيتخانقوا؟ لا، بس هتسمعي، هتعرفي ان في مشكله في البيت، هتعرفي من راي الشخص اللي مرتبطه بيه رايه ايه، هتعرفي الطريقه اللي هو بيتخانق بيها معاكي، هو ده اصلا مسموح بيه انك تتكلم كده او نتخانق كده، او هو ده التفاهم؟ بيبان. ما هي فتره الخطوبه على قد ما هي كلنا بنمثل، بس برضو بنقع. العصبي بيبان انه عصبي، البخيل بيبان انه بخيل، بغض النظر ان احنا بنحاول نجلكت الساينز دي عشان انا عايزه اكمل، بس بتبقى باينه. طيب طبعا حضرتك استشاري علاقات اسريه، هل في حالات بتجيلك قبل الجواز؟ يعني مثلا يكونوا مخطوبين مثلا او مقبلين على علاقه، فعشان يفهموا هل هم اختاروا صح ولا غلط، هل طبعًا. في حد بيجيلك؟ طبعا. ساعات بيجيلي كابلز بيبقوا مثلا مش عارفين نسبه نجاح العلاقه ايه، او احنا عندنا مشاكل كتير وبنحب بعض بس مش عارفين نكمل. فلازم بنقعد مع بعض، ببدا افتح لهم مواضيع وقولوا رايكم، فهم فده يقول رايه وده يقول رايه، بس انا ما كنتش فاكره ان ده رايك، بس بنبدا ان احنا نقرب. طب على فكره هنعمل ايه بقى لما انت تبقى في جنب وهي في جنب، كل واحد فيكم في راي مختلف تماما عن التاني؟ يلا نلاقي نقطه في الوسط، ايه اللي ممكن تتنازل شويه وهي تتنازل شويه عشان نوصل لحل يرضينا احنا. وكملوا لو كان في تواصل بينك وبينهم، هل كملوا خلاص والدنيا مشيت معاهم؟ اللي بييجوا بيبقوا عايزين، فما دام عندهم الرغبه بصراحه بيكملوا. انما اللي اصلا موضوع مش همه ويلا مشيت مشيت ما مشيتش، في غيرها كتير او في غيره كتير، لا مش بييجوا اصلا. واصلا اي حد بيجي لاستشاري علاقات غالبا بيبقى عنده النيه للصلح، اصل لو عايز يسيب او يطلق ما عنده المأذون. لا هو بيبقى عايز،